السلام عليكم. غادي نقدم لكم هذا الفيديو من بعد ما قدمنا لكم الفيديو السابق النظري، غادي نبين لكم التطبيقي. عندنا بانس داليمو وعندنا بانس نيكراج. عندنا بانس داليمو ها هو هذا فين درنا فيه واحد الكابل، كنديروا فيه كابل واحد اللي هو السمك نتاعو غليظ نوتر، كيبقى لنا واحد الكابل رقيق، هذا نتاع الكليرج بيبليك يعني ضوء الشارع. كيبقاو ثلاثة د لي فاز، الفاز الاول الفاز الثاني الفاز الثالث، يعني اللي كنديرو في بانس داليمو هو لو نوتر اللي كيكون السمك نتاعو غليظ. هانتوما كتشوفو بانس داليمو نتاع جهة اليسار وهذا نتاع جهة اليمين باش كيتيرا الريزو. ها هو بانس داليمو، ها هو فيه لو نوتر. غادي نجيو البانس نيكراج. ها هو كما بينا لكم في النظري، عندنا كنديرو جوج لي كابل، عندنا كاتر فيل، كنديرو جوج لي كابل في واحد الاتجاه وكنبرجيهم بهاد البارتي هادي، وكنديرو جوج تانيين في الاتجاه الثاني الا كيبان لكم من هاد الاتجاه هذا، وكنبرجيهم كذلك بهاد البارتي وكنفيكسيهم في بي كيو سي. ها هو بي كيو سي اللي كيدخل في هاد المكان في العمود اي البوتو، وكيخرج في الاتجاه الثاني، وكنفيكسيوه بكرو نتاع 19، كندير واحد الرونديله وكنفيكسيوه مزيان باش ما يتحيدش من المكان نتاعو. على حساب البرونشمون كنجيو باش نعرفو لا فاز من لو نوتر، كنجيو لو نوتر كنلقاو السمك نتاعو غليظ وكيكون راكب ديما دائما كيكون راكب في بانس داليمو ولا في لونسومبل. ها هو كنديرو لو نوتر نتاعنا هو الاول، كنبرانشيوه ديما هو الاول، عاد كنشوفو واحد في ثلاثة لي كابل التانيين، كنشوفو لافاز لي ما فيهاش البرونشمو بزاف كنديرو فيها الكونيكتور نتاعنا. البرونشمو كتكون بالكونيكتور، الكونيكتور ايزولي فيه البلاستيك، حتى هاد الفيس هاد الكرو ايزولي ما كيقيش ما فيهش الضو ما تخافش، وكنفيكسيوه بساروت 13 من هاد الكرو هذا. هاد الكرو واخا يتحيد هاد الكرو نتاع البلاستيك، كاين لتحت واحد الكرو نتاع الحديد، واحد الكرو نتاع الحديد او لافونت او الالومنيوم، واخا تقيسو بيدك ما كيوصلوش التيار الكهربائي، لان التيار الكهربائي كيكون في واحد الاسنان اللي متصلين بين لونطري والصورتي اللي كتخرج من الكونيكتور. هذه هي طريقه البرونشمون. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.